استيقظ العراق على حدث غير مسبوق. حشود من العراقيين الغاضبين تجمعوا في ساحة التحرير في بغداد في صبيحة الأول من تشرين الأول عام 2019 في ثورة جديدة في سياق المواجهة الشعبية المستمرة ضد النظام السياسي الطائفي الفاسد منذ العام 2003. الفساد المالي والفشل الإداري ونظام المحاصصة الطائفية كانت أبرز عوامل تفجر هذه الثورة بعد وصول العراق إلى نقطة الانهيار في كل شيء. بضع ساعات انقضت قبل أن تنتشر القوات الحكومية وميليشيات الأحزاب المدججة بالسلاح في المدن الثائرة، ليبدأ سريعاً مسلسل قمع المتظاهرين الذي أودى بحياة أكثر من 700 شهيد وآلاف الجرحى والمغيبين. وشارك في هذه الثورة الشعبية معظم شرائح المجتمع العراقي، ولخصت هتافات نريد وطن ونازل آخذ حقي وإيران برا برا وغيرها، لخصت مطالب الشباب الثوار في حياة حرة وآمنة في عراق مستقل تقوده حكومة وطنية تمثل إرادة العراقيين. مطالب ردت عليها السلطات بطريقتها المعهودة تجاه أي صوت معارض لها. عمليات قتل واسعة طالت المتظاهرين في بغداد والمحافظات، تارة بالقنص وتارة بقنابل الغاز منتهية الصلاحية أو ببنادق الصيد وغيرها بحسب تقارير المؤسسات الحقوقية الدولية. قمع أمني مفرط رافقه قطع الإنترنت وإغلاق وسائل إعلام محلية وعربية عاملة في بغداد بعد طلب من هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية. ولم تترك السلطات وميليشياتها طريقة للقمع والتسقيط إلا واستخدمتها لإخماد تظاهرات تشرين، لكن الاعتصامات تواصلت بصمود قل نظيره حتى أعلن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي استقالته أواخر تشرين الثاني الماضي تحت ضغط التظاهرات بعد مناورات سياسية مع شركائه للالتفاف على مطالب المتظاهرين انتهت بالفشل. هاجم الثوار مقرات الأحزاب والميليشيات في جنوبي العراق، كما أهين العديد من رموز السياسة الإيرانيين مثل علي خامنئي وقاسم سليماني في رفض واضح للتدخل الإيراني في العراق. وفي الذكرى الأولى لانطلاق ثورة تشرين يبدو بأن حالة الغليان الشعبي آخذة بالتصاعد مرة أخرى بعدما أيقن العراقيون أن الكاظمي لا يختلف عمن سبقوه، فكلهم يسيرون في ركب المحاصصة التي يروم الثوار طي صفحاتها المظلمة وكتابة تاريخ جديد لبلدهم، تاريخ ما بعد تشرين.